يقولون إن العلاقات مع الجيران كلما كانت أفضل انعكس ذلك على نظامك المناعي وعلى صحتك، لدرجة أنهم أصبحوا يوصون حاليا بضرورة الإحسان إلى الجيران وحسن معاملتهم وبرهم وإكرامهم، لأنهم وجدوا أيضا أن الأسرة التي لها جار سيء يمكن أن يؤثر عليهم ليس نفسيا فقط، بل خلال السنوات هذه الضغوط النفسية تؤدي إلى مشاكل في النظام المناعي تنعكس على بقية الأمراض وبقية الجسد مثل القلب والدماغ والجهاز الهضمي وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.